أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 3 أشخاص على الأقل في غارات جوية روسية استهدفت عدة مناطق أوكرانية. وانقطع التيار الكهربائي في عدة مناطق بالعاصمة كييف نتيجة الهجمات. ودعت الرئاسة الأوكرانية الدول الغربية للسماح لكييف بتنفيذ ضربات بعيدة المدى على روسيا بعد الهجوم الجوي الروسي الواسع على عدة مناطق أوكرانية. بالمقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض 20 مسيرة أوكرانية استهدفت الأراضي الروسية من بينها 9 في مقاطعة ساراتوف. وأكدت وزارة الصحة الروسية إصابة 4 أشخاص جراء سقوط شظايا طائرات مسيرة في المقاطعة. وقال حاكم ساراتوف إن الهجوم تسبب بأضرار في عدد من المنازل. من كييف مراسلنا عامر العروقي، ومن موسكو مراسلتنا أريش محمد. أهلا بكم. أبدأ منك عامر، وزارة الدفاع الروسية تعترض 20 مسيرة أوكرانية، ما آخر التحديثات والبيانات الرسمية الأوكرانية في هذا الخصوص؟ نعم مروج، لا يوجد أي تصريح من قبل السلطات الأوكرانية حول المسيرات التي استهدفت منطقة روستوف في العمق الروسي، ولكن منذ بداية هذا الصباح إلى حد هذه اللحظة ما زالت صفارات الإنذار في كل الأراضي الأوكرانية مستمرة من مغبة شن هجوم روسي على غرار هجوم روسي جديد على غرار الهجوم الذي وقع صباح هذا اليوم والذي استهدف 15 منطقة في الأراضي الأوكرانية، كانت من ضمنها منطقة كييف وجيتومير ومناطق غربي أوكرانيا على غرار منطقة لوتسك وليفوف، وكذلك الحال بالنسبة للمناطق الجنوبية منطقة أوديسا ومنطقة زاباريجيا. تعرضت هذه المناطق جميعها لاستهدافات من قبل القوات الروسية في هجوم وصفته السلطات الأوكرانية بالمعقد والواسع النطاق، استخدمت من خلاله القوات الروسية صواريخ باليستية وطائرات شاهد، إضافة أيضا إلى صواريخ كروز وأيضا صاروخ من نوع كنجال كان يستهدف العاصمة الأوكرانية كييف. أحدث البيانات بالنسبة لوزارة الدفاع الأوكرانية فيما يخص العاصمة الأوكرانية كييف، فقد تم اعتراض 15 صاروخ وطائرة مسيرة ولم يقع أي أضرار في العاصمة الأوكرانية كييف، وأن معظم الأضرار جراء هذا الهجوم وقعت في غرب أوكرانيا وفي جنوب أوكرانيا وتحديدا في منطقة لوتسك ومنطقة زاباريجيا، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص إلى حد هذه اللحظة مروج. طيب أتحول إليك أريج، هجمات روسية على العاصمة كييف العاصمة الأوكرانية، وفي المقابل تتعرض روسيا لهجمات من قبل أوكرانيا، ما الجديد لديك؟ نعم روج، طبعا كان هناك بيان مقتضب لوزارة الدفاع الروسية تعليقا على ما حدث في الأراضي الأوكرانية خلال ساعات الصباح الأولى، حيث أكدت وزارة الدفاع الروسية بالفعل توجيه الجانب الروسي لضربات عالية الدقة وموجهة طبعا إلى منشآت الطاقة الحيوية كما وصفتها، والتي كانت تضمن عمل المنظومة العسكرية الأوكرانية، المجمع الصناعي العسكري الأوكراني بشكل طبعا بشكل لا لبس فيه في الفترة الماضية، وأن هذه الضربات بعد استهدافها هذه المنشآت حققت غاياتها وأصابت كل أهدافها. طبعا مصادر عسكرية روسية قريبة أيضا من وزارة الدفاع لكنها شبه رسمية غير رسمية تحدثت عن أن الجانب الروسي استخدم خلال هذه الهجمات في الساعات الماضية صواريخ باليستية ومجنحة ومسيرات. طبعا غلب على هذا الهجوم مسيرات جيرانج وهي مسيرات روسية، في مقابل الرواية الأوكرانية التي تتحدث دائما عن استخدام روسيا ولجوء روسيا في مسيراتها للتكنولوجيا الإيرانية. الجانب الروسي دائما يتحدث عن تقنياته والتكنولوجيا الروسية المستخدمة وأن هذه المسيرات هي مسيرات روسية الصنع فعليا. طبعا من الأهداف التي تم استهدافها وفقا لهذه المصادر العسكرية بالإضافة إلى منشآت الطاقة الحيوية، وذلك طبعا كنا قد استمعنا إلى الزميل عامر حيث تحدث عن أن
كان هناك انقطاع في التيار الكهربائي، وهناك كان بالفعل إصابة للعديد من على ما يبدو منشآت الطاقة في الأراضي الأوكرانية. كان هناك أيضا أهداف عسكرية من بينها منظومات الدفاع الجوي المنتشرة، خصوصا التي تستخدم على ما يبدو التكنولوجيا والمعدات الغربية في الفترة الأخيرة. بالتوازي مع ذلك طبعا نعلم أن المناطق الحدودية الروسية تشهد تصعيدا غير مسبوق مروج، وقد توعدت روسيا على خلفية هذا التصعيد المستمر بأنها سترد بضربات موجهة ومؤلمة لجانب الأوكراني. شكرا جزيلا لكما أريش محمد مراسلتنا من موسكو، وأشكر عامر العروقي مراسلنا من كييف. قالت بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأحمر إن السفينة سونيون التي ترفع العلم اليوناني لا تزال مشتعلة منذ 23 من أغسطس بعد هجوم من قبل الحوثيين على اليمن. وأضافت في اليمن، وأضافت البعثة أن لا مؤشرات واضحة على حدوث تسرب نفطي من السفينة، مؤكدة أن السفينة لا تزال راسية في النقطة ذاتها في المياه الدولية. من عدن مراسلنا ياسين رضوان. ياسين أهلا بك، ما هي آخر تحديثات ما يتعلق بالسفينة سونيون ومسألة اشتعالها والحديث عن اشتعال هذه السفينة من عدمه؟ نعم، مروج حتى هذه اللحظة تفيد المصادر وتفيد أيضا البعثة الأوروبية أسبيدس التي تهتم بحماية الملاحة في هذه المنطقة باستمرار اشتعال هذه السفينة التي تم استهدافها على بعد 77 ميلا بحريا قبالة سواحل محافظة الحديدة وفي اتجاهها الغربي. تحدثت أيضا أسبيدس عن 5 حرائق اشتعلت في سطح هذه السفينة وأن لا مؤشرات أيضا على أي تسربات حتى هذه اللحظة، بينما تتحدث بعض المصادر الملاحية بأن هنالك تخوفات وتحذيرات من انفجار هذه السفينة وتأثيرها على البيئة الملاحية وعلى البيئة البحرية في هذه المنطقة. وحتى اعتبرت بعض المصادر سواء الأمريكية أو البريطانية أو الأوروبية بأن هذا لا يضر فقط الملاحة فقط، وإنما يضر حتى البحارة الذين يمرون في هذه المنطقة ويضر أيضا بالبيئة. وتحدثت العديد من المصادر على أن هذه السفينة تحمل ما يقارب من 150 طنا من النفط الخام في هذه المنطقة، وهذا هو هذه السفينة هي الثالثة التي يتم استهدافها للشركة ذاتها، بينما علقت الحكومة اليمنية على هذا الحادث بأنه حادث إرهابي وأن ما تقوم به جماعة الحوثيين باستهداف السفن وناقلات النفط بشكل خاص يؤثر على البيئة البحرية وعلى الموائل البحرية وعلى الصيادين في هذه المنطقة. وقالوا أن هذه الحادثة هي الحادثة 9 التي يتم استهداف الحوثيون لناقلات النفط في هذه المنطقة، مما يؤثر بشكل كبير على اليمن وعلى الدول المشاطئة في البحر الأحمر. بينما أيضا هناك تحديث آخر باتجاه تصعيد الحوثيين الذين قالوا أنهم في أتم الجهوزية على الرد على الإسرائيل، وأنهم اقتربوا كثيرا من الرد على ضرب ميناء الحديدة مروج. شكرا جزيلا ياسين رضوان مراسلنا من عدن. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن رد بلاده على إسرائيل بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران سيكون دقيقا ومحسوبا ولا مفر منه. وبعد اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني الذي دعا إيران لضبط النفس، قال عراقشي إن إيران ليست خائفة من التصعيد إقليميا، إلا أنها على عكس إسرائيل لا تسعى إليه بحسب تعبيره. أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تزال تبذل جهودا في القاهرة من أجل التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة، في حين قالت مصادر إسرائيلية أن المفاوضات ستستمر حتى في الأيام المقبلة. يأتي ذلك بعدما كشف مصدران أمنيان مصريان أن جولة المحادثات انتهت من دون التوصل إلى اتفاق لعدم موافقة حماس وإسرائيل على العديد من الحلول التي قدمها الوسطاء. يبدو أن الفجوات بين إسرائيل وحماس لم يتم ردمها بعد، إذ أن جولة محادثات القاهرة الأخيرة بشأن وقف إطلاق النار في غزة خرج منها الدخان الأسود. مصدران أمنيان مصريان أكدا أن المحادثات انتهت دون اتفاق بسبب عدم موافقة إسرائيل وحماس على عدة تسويات قدمها الوسطاء.
ولكن وفق موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي فإن المحادثات ستستمر خلال الأيام المقبلة من خلال مجموعات العمل لمعالجة القضايا والتفاصيل المتبقية. مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان أكد بدوره أن الإدارة الأمريكية لا تزال تبذل جهودا في القاهرة من أجل التوصل إلى الاتفاق. ما أعتقده الآن هو أنه من واجب جميع الأطراف في المنطقة العمل على خفض التصعيد والاستقرار، ولهذا السبب فإننا نعمل بحماس في القاهرة أن نتواصل مع فريقنا والوسطاء وكذلك مع الإسرائيليين للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، اتفاق بشأن رهائن وفقاً للإطار الذي وضعه الرئيس بايدن. ووفق مصادر قريبة من محادثات القاهرة، رفض وفد حركة حماس الشروط الإسرائيلية الجديدة التي طرحتها بخصوص محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر، وطالب بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا وفق ما ورد في مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن. كما شدد وفد حماس على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا كاملا من قطاع غزة وحرية عودة سكان غزة إلى مناطقهم فضلا عن عمليات الإغاثة والإعمار في القطاع. القيادي في حماس أسامة حمدان صرح بأن وفد الحركة أبلغ الوسطاء في مفاوضات التهدئة بتلك الشروط قبل مغادرته القاهرة. إسرائيليا قالت هيئة البث إن فرص تحقيق تقدم في محادثات القاهرة كانت محدودة بسبب عدم حصول وفد التفاوض على تفويض يتيح التوصل للتسوية بشأن الخلاف الرئيسي المتعلق بمحور فيلادلفيا، بينما اعتبرت صحيفة يدعوت أحرانوت أن عودة الوفد الإسرائيلي إلى تل أبيب لا تعني حدوث أزمة في المحادثات. ويرى مراقبون أن تعنت نتنياهو ببقاء القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا في ظل مطالبة حماس بضرورة الانسحاب الكامل سيعقد مهمة الوسطاء في أي محادثات إن لم يتم تقديم تنازلات حقيقية من طرفي الأزمة. للمزيد ينضم إلينا من القاهرة مراسلنا سمير عمر. سمير، أهلا بك. بعد انتهاء هذه المباحثات التي انعقدت في القاهرة، ما الذي تم وما هي الخطوة التالية؟ يعني ما الذي تم كان محاولات من الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية إلى جسر الهوة الشاسعة بين مواقف الطرفين، والتي تتمثل بالتحديد فيما وصفه مصدر مصري رفيع المستوى بأنها عدم توافر الإرادة السياسية لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتوصل إلى الاتفاق. ما الذي سيتم؟ الذي سيتم أن الفرق الأمنية الفنية على الأقل من الجانبين المصري والقطري، وهي الفرق التي تحاول أن تلعب دور الوسيط في هذه المفاوضات منذ انطلاقها، ستسعى إلى استكمال اتصالاتها ومواصلة اتصالاتها بالطرفين والتنسيق مع الجانب الأمريكي من أجل البحث عن مخرج وإحداث ثغرات في حائط صلد يتم بناؤه ساعة تلو الأخرى من قبل الجانب الإسرائيلي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ما هي النقاط الخلافية؟ كنا نتحدث دائما عن أن هناك أربع ملفات رئيسية في هذه المفاوضات يمكن أن يحدث فيها تقدم إذا ما توفرت الإرادة السياسية لإنجاز هذه الهدنة، وهي المتعلقة بحرية انتقال وعودة الفلسطينيين المجبرين على الخروج قسرا من ديارهم في شمال غزة، وهنا تبرز معضلة ممر نتسارين، أو ما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وهنا تبرز معضلة كبرى هي محور فيلادلفيا والجانب الفلسطيني من معبر رفح. ونتحدث كذلك عن صفقة التبادل بمفاتيح للتبادل، ونتحدث كمان عن دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كبير إلى كامل قطاع غزة. ربما يكون دخول المساعدات هو يعني أبسط الملفات التي يتم النقاش بشأنها، وبخاصة أن في ظل إصرار مصر على عدم فتح معبر رفح إلا إذا انسحبت القوات الإسرائيلية من جانب فلسطين من المعبر، فهناك يعني دخول من كرم أبو سالم. ولكن النقاط الثلاث الأخرى تبقى محل جدل ونقاش عميق وخلاف أيضا ما دعا المشاركون في اجتماعات القاهرة. لكن القاهرة لم تغير موقفها من هذه الجولة مسألة الوجود الإسرائيلي بالطبع في محور فيلادلفيا. سمير، باختصار
لا طبعا لم القاهرة، لأنه مبني على أصول مروج، مبني على أصول اتفاقات سابقة بين القاهرة وتل أبيب، ومبني أيضا على رفض القاهرة لما يروجه بنيامين نتنياهو من أسباب تدعوه إلى الإبقاء على القوات الإسرائيلية على محور فيلادلفيا. ولكن ما كانت القاهرة مستعدة للنقاش بشأنه هو جدول زمن للانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا، بما يؤدي إلى انسحاب كامل من كامل المحور، سواء من البحر إلى كرم أبو سالم، بعد التنسيق مع الجانب الفلسطيني بالطبع. شكرا جزيلا سمير عمر من القاهرة.